السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. تعالوا بقى النهاردة جولة معانا كده، هندخل التوحيد والنور هنا في مدينة نصر، هنتفرج على شوية طلبات كده كنا محتاجين نجيبها، وتعالوا معانا الجولة بتاعتنا هنا النهاردة. كده بس ما تنسوناش في لايك وشير التوحيد واشتركوا في والنور القناة كده عشان هندخل يوصل لكم نشوف البيت الحاجات اللي العيلة كل عندهم، عايزين جديد. نشوف بقى مشكلة طبعا خدت الأمهات. نورهان معايا وطلعت على التوحيد والنور. طبعا بيبقى كذا دور، هم حوالي اربع هاي ادوار، البيعة كل دور ليه حاجات معينة. يعني تمام، الدور الاولاني كان لسه بتاعت هنطلع ادوات فوق كمان. الرياضة والملابس بتاعت الرياضيات. طبعا طلعنا للدور الثالث، عبارة عن السؤال التالتة الملايات وأطقم المفارش، وبرضو فيها لكنها على فكرة بصوا انتريهات وصالونات. بتاعنا يعني فيها، بص مكتبة انت تدخل الكتاب. التوحيد والنور ده هتلاقي فيه حاجات كتير، وفي حاجات رخيصة وحاجات غالية وحاجات ماركات، يعني بتنقي اللي انت عايزاه. رحنا طبعا نورهان طالما معايا، دخلنا على قسم الألعاب، فضلنا نتفرج على حاجات هناك. بصوا يعني العربية اللي هي بالبطارية دي ب 3100، وديت اللي هي بتاعت حامل البيبي ب 741 جنيه. فيها حاجات، يعني بص كل حاجة تتوقعيها هتلاقيها هناك. طبعا الألعاب أشكال وألوان وحاجات كتير من الألعاب، واتفرجنا على حاجات كتير هناك برضو. وفي زي ما بقول لكم في الرخيص وفي الغالي. طبعا الحاجات اللي هي بتاعت البيبيهات ديت، اللي هي الصغيرة ديت برضو، دي العربيات دي فيها كل حاجة. 3100 اللي هي بتشتغل بالبطارية والشاحن، وديت مشايات الأطفال. ففعلا عارفين يعني بصراحة كل حاجة محتاجاها. حتى أنا لما كنت أبقى محتارة ومش عارفة الحاجة دي أجيبها منين، يعني في مرة كنت بدور على الحامل بتاع البيبي اللي أنا بحطه كده وبشيلها على إيدي، اللي هو الحامل الشنطة، كنت بدور عليها. ففعلا المكان الوحيد اللي لقيتها فيه بكل سهولة وفيها أشكال وأنواع منها هو التوحيد والنور. وديت برضو كان في ملابس اطفال، طبعا عندهم ملابس الاطفال من سن يوم لسن اكبر حاجة، يعني شباب ورجال وكل حاجة. والعربيات بتاعت البيبيهات برضو ديت انا عندي طبعا، بس ركناها لان ما بستعملهاش. بتستعملها للي هم الاطفال اللي تبقى مثلا سنتين وعايزة تشتري مثلا طلبات، او سنة ما بيبشيش مثلا وهتشتري طلبات بتجيبيها، بتنفع قوي يعني. طبعا في عندهم اللي هي العربيات دي ب 1874 جنيه، اللي هي المشاية اللي بنركب فيها البيبي كده. وفي على فكرة اللي هي بتبقى للتوائم، للتوائم، واللي هي بتبقى واحد بس. ففعلا مكان يعني اتفرجنا فيه ساعتها وخدنا شوية طلبات برضو. واحنا ونازلين كده رحنا بصينا لقينا مطبخ كده. طبعا امي يا جماعه مش عايزه تغير المطبخ بتاعها خالص، لان هي عاجبها كده الخامه بتاعته، مكان والخامه بتاعته تقيله قوي، فعشان كده مش عايزه تغيره. فانا بصيت بعد ما نزلت، فطلعت كده بصيت لقيت فيه مطبخ اللي هو الالمونتال. طبعا المكان بص بقول لكم من بره كده، انا كان عاجبني الانتريه دوت، انتريه صالون، يعني ينفع انتريه وينفع صالون، وكان لونه حلو قوي وعجبني. فرحت طالعه تاني، بصيت يعني لمحت كده المطبخ ده عباره عن مطبخ المونتال، فبصيت فيه كده قلت هبص عليه وعجبني، فصورته برضو لامي عشان خاطر لو عجبها تجيبه. كان لقيت عليه مكتوب 6200 او 6000 وحاجه، 6200 اهو السعر دلوقتي هيجي لكم هتشوفوه. بس على قد كده يا جماعة، والله فعلا يعني خامته مش للدرجة، يعني خفيف جدا اهوت ب 6000 جنيه و200. عشان كده امي عاجبها مطبخها قوي فمش راضية تغيره. طبعا رحت واخدة برضو جولة ببص كده على بقية الحاجات. 6020 البطاطين ديت والشنط. طبعا عندهم كل انواع الشنط والباسكتات، والباسكت ب 191 و146 و171، يعني كل انواع الباسكتات اللي انتوا عايزينها هتلاقوها في المكان ده. وشنط بقى اللي هي شنط السفر،
طبعا انا كنت برضو عايزين ناخد شنطه كده عشان اللزوم لو قالوا بقى يا سافرنا جماعه ولا شوفوا اي احنا حاجه. جبنا ايه من طرف بعد كده الموضوع رحنا مروحين وسرعه طبعا ما كنا احمد قال لي واقفين. هات احنا اوريكي جبنا بقى طبعا الحاجه بتاعتنا. الحاجات دي، جبنا يا جماعه العقله ديت، احنا جبنا كذا مره قبل كده عقله، اللي جبنا يعني جبنا واحده ركبناها تحت عندي تيتا عند تيتا تحت، وواحده عند ده عمل شغل. خدتها هاجر، وواحده ديت جبناها برضو احنا هنركبها عندنا. بصوا انا اقول العيال لي بقى بتستغلها في ايه، هي ديت بتركب كده في الباب بيتعلقوا فيها كده زي عقلة، وبيحطوا كمان فيها مرجيحة انا زي حاطه النور. بتتمرجحوا. لما هنركبها برضه هوريها لكم. خلاص سيبها بقى عشان المسامير ما تضيعش. يا جماعه بصوا بس خامتها ما شاء الله عليها، يعني متجمع كويسة وحلوة ب111 يا جماعة الواحدة. والله يا جماعه حلو. يلا هات بقى التاني. تعالوا اوريكم بقى جبنا ايه. جبنا اهي قلقه، عقلة اسمها عقلة. وجبنا بتاع الكشاف. بصوا بقى يا جماعة احنا جبنا افتحوا الستاند لكم ده، افتحوا لكم ولا لا؟ الستاند دوت جبناه. بصوا جامد جامد. لسه بقيته طبعا جوه، ده اول مرة بقى نجيب النوع ده. لسه على لقيته الله جوه يطلع يا جماعة. كويس. طب ما تطلع يا حبيبي اهو، طلع تعالوا بقيته بقى. بس يا رنا انت بتفتحي ازاي يا جماعه؟ والله ما عارف افتحها. نورهان طبعا هتفتحها. خلاص خلص السلم، اشد الكيس ده كده. يا جماعه عرفت افتحها ما شاء الله. الله اكبر. دي ليها كذا اضاءه يا جماعه، ليها كذا اضاءه يا جماعه. استنوا يا جماعة في حاجة بتقولها. يا جماعة افتحها لكم الكيس. يا جماعة افتحها لكم كده. خلاص احنا نبقى نظبطها. على العموم هو ده اللي احنا جبناه من التوحيد والنور لما رحنا النهارده، و جبنا ده كده. وبعد كده هو جبنا اطقم ملايات برضو بس هي تحت. بس هو دوت كده اللي احنا جبناه، ويا رب الفيديو يكون عجبك. مع السلامة ومع السلامة مع السلامة مع السلامة.